هل تسقط الحدود الشرعية لمصلحة راجحة؟ يقول هل تسقط الحدود الشرعية لمصلحة راجحة؟ يقول كحد الردة. الحدود ما تسقط، لا بد من تنفيذها إذا ثبتت على عبد من العباد، فلا بد من تنفيذها، ينفذها ولي الأمر، ولي سلطان المسلمين هو الذي ينفذها. ولا لما طلب أو توسط أسامة بن زيد رضي الله عنه عند الرسول في عدم قطع المخزومية التي كانت تسرق، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فعظم ذلك على بني مخزوم، وطلبوا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة أن يتوسط. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدود ما فيها مواربة، إذا ثبتت عند السلطان فلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم.